مهرجان ماتا اعتبره تكريما للمولود عريق، وهو تراث لا مادي اصيل نفتخر به ونعتز به جميعا. وبسعاده كبيره كان عنده اليوم ان اجراءات انطلقت لتسجيل فنون فروسيا ماتا في قائمه التراث الغيمه باليونسكو، وذلك تماشيا مع الرؤية الملكية الثانية الهادفة لتثمين تراث الثقافي المغربي على الصعيد الدولي. كما أن الفنون الفروسية الوطن سيتم العمل على تسجيله في قائمة تراث قائمة لمنظمة يونسكو، وهي منظمة إسلامية. هدفنا بهذه الإجراءات داخل وزارة الشباب والثقافة هو أن يكشف العالم لعبة كلمات الشجاعة والذكاء من طرف المنفوذ. إنها لعبة بثقافة عريقة لمنطقة رائعة تسمى من طرف سكان جبال مضى. شكرا للجميع القائمين على هذا المهرجان الدولي، وعلى رأسهم إدخال مدينة عكار على كل ما يقدم مع أعضاء الجمعية من جهود للحفاظ على هذا التراث الثقافي على إدارة كيف شرفاء العالمين الأستاذ عبد الهادي بركة رحمه الله للحفاظ على الموروث الفروسية بجهة شمال المغرب وتقصير حضوره وإشعاعه. كلكم تعتبروا أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل شريك أساسي في إطار سياسة بلادنا بقيادة جلالة الملك حفظه الله في مجال الحفاظ والإشعاع التراث الثقافي. هيدا شكرا لكم.